اشرف اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. تقييمك للاعبين نبدا؟ طب انا هقول لك ليه، يعني هقول كل واحد وليه. ماشي. عواد كام من 10؟ عواد انا هدي له النهارده، هو ما جاتلوش حاجه غير البلنتيات صح؟ فانا مدي له 6. ليه بقى؟ لانه هو عواد ملك البلنتيات، هو مصدرهم. عايزين منه واحده. واحده بس، كنا عايزين واحده عواد، هو ما جاتلوش حاجه تاني، فما اقدرش احكم عليه يعني ما صدش حاجه بتاع، فندي له 6. ماشي. محمود بن تايك. بن تايك هندي له 7. ليه؟ عشان بنتاج لعب ماتش كويس جدا دفاعيا، ولعب ماتش كويس هجوميا. الحاجه الوحيده بس اللي عليه اللي هي ضربه الجزاء، لان انا هنا بقول له، وبقول بقى للجهاز الفني يقول له بعد اذنك يا مينا، لازم الجهاز الفني يتكلم معاه يقول له يا بنتاج انت ما بتلعبش في الدوري الفرنساوي، الحكام في فرنسا ما بيحسبوش البلنتيات دي، لكن هنا في مصر هتلاقيه هيحسبها، فخلي بالك عشان مش كل مره هيحصل المشكله دي، تاخد بالك من الحته دي. لكن هو الولد كويس جدا، من احسن الصفقات، مش عايز اقول احسن صفقه جت في الفتره اللي فاتت، لكن هو من احسن الصفقات، لكن لازم حد يتكلم معاه على الحته دي، اكيد جوميز واخد باله من الحته دي وهيقول له. المسلوس يمكن مباراه الاهلي اللي فاتت ومباراه النهارده تحسه صح. برافو عليك يا كابتن مينا. لو قارنا ما بين حسام عبد المجيد والمسلوسي، هنا هنلاقي ان حسام عبد المجيد عمال يعلى الكيرف بتاعه، والمسلوسي بينزل شويه. ليه؟ مش عشان ضربه الجزاء، يعني ضربه الجزاء ده اي حد يضيعها، لكن النهارده مثلا في تمركز مش بتاعه قليل شويه، في كور كتير بتتقطع منه في نص الملعب ترجع علينا بهجمات خطيره جدا، السرعه بتاعته ما بقتش زي الاول. فانا مديله 6 في الماتش النهارده. 6 من 10. اما حسام عبد المجيد فادى الدور بتاعه كويس جدا، مسك الكيرف طالع من ساعه الاولمبياد. ايوه. وانا اديله 8 لان هو عمل ماتش كويس. استني اعرف اعلى رقم عندك كام؟ 9. لما مش اعلى حاجه 9. 9. مفيش 9.5. يعني خليها 9 عشان 10. طيب. بقى خليها، يعني ما ينفعش واحد يبقى كامل قوي 10 من 10 دي. عمر جابر. عمر جابر 7، حافظ على الحته بتاعته، كانوا هما ما بيهاجموش من ناحيه عمر جابر، كانوا بيهاجموا من ناحيه بنتايج، فما كانش فيه مشكله قوي على عمر جابر، حاول على قد ما يقدر يطلع النهارده لان عنده حته هجوميه كويسه، النهارده زياده شويه عن ماتش الاهلي، ودي حاجه كويسه بشجعه على الفكره دي، يطلع كتير عمر جابر يقدم من الناحيه الهجوميه. حمدي. محمد حمدي النهارده ما لحقش يلعب غير هو الشوط الاولاني، فنديله 6، ده على قد الكور اللي لعبها. بس ده لعب ثرو جميل قوي. عجبك؟ يعني خلينا كده واحده واحده معاه. ماشي. كابتن عبد الله السعيد 9. ده التوب فور. نيجي بقى لمحمد شحاته المظلوم، انا هديله 9. محمد شحاته بقى لنا ماتشين ما حدش بياخد باله منه. طيب هو محمد شحاته بيعمل ايه؟ محمد شحاته وقلنا هنا انه بيلعب 6 كويس جدا يا كابتن مينا. ناس كتير قوي قبل ماتش الزمالك اللي فات قالوا لا محمد شحاته ما بيلعبش 6، ده بيلعب 8. حصل ان جوميز في بعد نص ساعه طلع زياد كمال ولعب محمد شحاته لوحده 6، مسكنا نص الملعب، الولد مموت نفسه، انقضاضه جامد جدا. حتى يمكن تلاقي انقضاضه اعلى شويه من دونجا، طبعا دونجا عنده مزايا تانية زي انه بيرجع يستلم اكتر، بيسلم الكرة اكتر، لكن محمد شحاته ادى دور 6 في ماتش الاهلي كويس جدا في السوبر، والنهارده ادى كويس جدا. الولد مش واخد ليه حظه او الناس ما بتتكلمش عنه ليه، لا احنا هنا بندي لك حقك يا محمد يا شحاته، انت اديت دور 6 كويس قوي لغايه ما يرجع دونجا، حتى لما يجي دونجا يبقى يقدروا يعملوا روتيشن مع بعض كويس قوي، الولد يعني لازم ياخد حقه. ناصر ماهر 9، هو خد احسن لاعب في الماتش صح يا كابتن مينا؟ انت كان وجهه نظرك على ناصر ايه رايك؟ يعني هو طبعا هو وكابتن عبد الله السعيد، بس انا بحس اللاعب اللي بينزل فجاه يغير لك المباراه ممكن تكون غلط، بس شفت ناصر منسي كان سبب في ركله الجزاء حتى لو يعني فنت كده وجاب جول يعني. بس طبعا هو طبعا كلامك ممكن يبقى صح، زي مباراه الاهلي اللي خد فيها احسن لاعب نزل خلص الماتش. بس ناصر ماهر النهارده اصله جاب جون جميل جدا، جول واسيست. جون واسيست تحفه، وهو بيجري راح رافع اوفر حاجات بتاعت زمان. انت رايك ايه يا كابتن؟ ها؟ رايك ايه؟ لا انا رايي ناصر ماهر زي ما هم عملوا فعلا. تمام. عمر فرج. عمر فرج 6، لانه ما قدمش اكتر، لعب شوط واحد، هو زي محمد حمدي الاثنين لعبوا شوط واحد ما قدموش قوي، فهو 6. احمد مصطفى زيزو 7. انا عايزك يعني 7. زيزو النهارده عايز يعمل حاجه، لعب يمين ولعب شمال. زيزو زي ما قلنا قبل كده وكذا مره بنقول، هو زيزو احسن لاعب في مصر، بس زيزو كل ما بيروح لك الخط كل ما يبقى اخطر، كل ما يخش جوه بيمشي بالكوره كتير تتقطع، فما بيظهرش بمستوى العالي، غير لو هو لعب 10 ساعات كتير، هو لعبه ساعات 10 جوميز او 8، بيلعب مع حسام حسن 8، فده بيبقى دوري كده، لكن لما بقى انا دوري جناح يبقى انا لازم التزم بالحته الجناح بتاعي. زيزو كل ما يروح يمين يا كابتن مينا، يعني بص على ماتش الاهلي اللي فات اللي هو بتاع السوبر المصري، لعب اوفر لميتشلا كونراد اللي ميتشلا لعبه بدماغه، ولعب اوفر تاني الكره لما راح ناحيه الوينج ولعبها للجزيري،
كل خطورته زيزو كل ما يروح ناحيه الجناح بيبقى عنده رؤيه كويسه جدا وبيرفع اوفرات كويسه جدا بيعمل اسيستات كويسه جدا. ناصر منسي كم من 10؟ ناصر منسي نديله 8. كونراد مشلاك اديله 7. زياد كمال النهارده مش وحش، بيلعب من الحركه، عنده كان مشكله في البطء شويه في ماتش الاهلي وفي الماتشات اللي قبل كده كان وزنه زياده شويه، لكن النهارده لا بيحاول يثبت شويه انه احسن وانه اتغير. واكيد بقى الولد بيسمع وبيشوف والناس بتحلله، فاكيد مش هيفضل بالريتم البطيء ده. النهارده بيحاول يعمل حاجه، فانا مديله 7. فتوح وسيف الجزيري ما لحقوش قوي فنديلهم 6 او 7.